المنصة بالنسبة لنا هي حالة لازم تكون دائمة كل العام، هي بتساعدنا على أنه نكون في عدالة بالتدريب ونوصل لكل المحافظات، لأنه في محافظات الحقيقة ما منتشر فيها الأولمبياد كما نرغب وكما نأمل. فالمنصة رح تكون مفتوحة للجميع، بيكون عندك حساب وبتفوت وبتحصل على المراجع. اثنين، هي مفيدة بحالة الكورونا لحتى إمتى ما عنا اختبارات لنعرف مقياس أو قياس الطلاب أنه هن مواظبين وعم يدرسوا وعم يتعلموا، فبتساعدنا على أيضا مراقبة المستوى العلمي لإلهم. وبالتالي هاي المنصة هي شيء عم نشتغل عليه من فترة، والحمد لله السنة ومع التصفيات النهائية عم يأقلع للطلاب، ونحن اليوم عم نعطيهم أكسس تجريبي على المنصة يفوتوا ويجربوا ويتعلموا عنا ويسألونا عنا باعتبارنا موجودين سوا. المنافسة رح تكون قوية من بين الطلاب وبين المحافظات، يعني بصراحة إنه بكل محافظة تدريب، فهلا نشوف شلون إنه شلون رح نحصد تدريبنا، شلون رح نحصد النتائج. السنة كان في نوع جديد من التنظيم تحديدا بظروف الوباء المستجد، كان طريقة التنظيم كانت مميزة من حيث كنا منفوت على الغرف منلاقي أغراضنا موجودة كلها، وبنفس هاي الجاهزية كمان جاهزية الطلاب. السنة كان تدريب أفضل من السنين السابقة بشكل لا يقارن. المنصة كانت شيء كثير يعني على مستوى عالي، وكثير يعني ما توقعنا هيك يصير، وفعلا كانت محطمة التوقعات، كانت كثير شيء عالي. ومن ناحية المنافسة أنا كثير بفتخر إنه نحن وصلنا لهالمرحلة، ونتمنى إنه نحن نكمل على هالمنوال. المنافسة محتدمة وكثير حلوة، بس حاليا الأهم من المنافسة هو إنه ننبسط بباطنا، بالنهاية هي لحظات ما حتتكرر مرة ثانية. كثير المنصات الإلكترونية ساعدتنا، بما إنه نحن ما دائما كان فينا نروح على مركز أو محل ندرب فيه إنه مباشر، فكان المدربين عنا بطرطوس دائما ساعدونا ويبعتون للمراجع وكل شيء نحن بنحتاجه أونلاين، فهذا الشيء كتير ساعدنا إنه نحن نعرف كل الشغلات اللي مفروض ندرسها.